السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم عندنا الربح من منصة باينانس وبدون خسارة، وان شاء الله نتعلم طريقة اكتتاب العملات وطريقة تحويل من المحفظة الفورية من التمويل الى الفورية. وان شاء الله تابعوا الشرح. اول خطوة نقوم بها هي تحويل العملة. نروح الى التداول، طبعا تحويل العملة. العملة اللي انت عندك، شوف شنو اللي عندك، شنو اقوى عملة. انا عندي اليو اس دي تي، راح احولها الى العملة اللي اريداني اسوي بها الاكتتاب، واللي هو انا حاط ببالي الاي بي اي. وهسه راح اقول لك ليش. انا ابحث عن اي بي اي، تمام، واللي هو هذا. ايش قد املك؟ انا املك $5، يعني 5 USDT، يعني مخلي للاكتتاب نقول له حد اقصى، تمام، حد اقصى نقول له تحويل، تمام، معاينة التحويل. يقول لي تريد هالقد رسوم المعاملة دون الرسوم، تحديث، تمام، معدل تحويل العملة حولت، عرض السجل، حصلت API، تمام. نرجع للصفحة الرئيسية، نروح نريد نسوي الاكتتاب مالتنا. صفحة الرئيسية، ثم إلى المزيد، من المزيد إلى simple earn، واللي هو بالعربي الكسب البسيط. نضغط عليه، تمام. خلنا نرجع مجمع الباينانس، منا الأرباح بالوسط هو simple earn أو كسب البسيط. هنا نرجع نقول هنا اهم شيء هاي العلامة الحمراء يطلع بصف العملة، واللي هو بالانجليزي هوت، بالعربي رائج، تمام. هنا ندور على هذا، شوف العملات الرقمية مو مكتوب اسمها بصفه، ندور على اقوى نسبة مئوية. هسه هنا احنا اختارنا الاي بي اي لان اقوى نسبة مئوية عنده. انا ادور على هذا لان يكون العائد قوي، 64% تقريبا. شوف الباقيات مو ذاك القوة. اذا نرجع للاي بي اي ونحاول مرة هنا. انت تضغط هو الخطة بكيفك، 10 ايام، تمام، 30 يوم. هنا يقول 10 ايام، يقول تم البيع، يعني ما باقي. 30 يوم، 60 يوم، 120 يوم. 120 يوم ما يعادل 4 أشهر، تمام. أنا راح أخلي هاي $5 اكتتاب ب4 أشهر، تمام. اكتتاب، نضغط عليه. هنا أنا راح يقول لنا المتاح 1.كذا، نقول له الحد الأقصى، انطينا له. يعني أنا ما يحتاج تقول اكتتاب تلقائي، لأنه موضوع بسيط مثل ما تشوفون، دقائق تجي تسوي هذا الاكتتاب اللي تريده، تمام. هنا يقول لك تاريخ الاكتتاب 5/3/22، تاريخ القيمة 6/3، تاريخ انتهاء الفائدة 4/7، تاريخ الاستدار 5/7، تمام، تمام. لقد قرأت اتفاقية خدمة سيمبل ايرن من باينانس ووافق عليها. نضغط تأكيد، تمام، تم الاشتراك بنجاح. تاريخ الاكتتاب 5/3، تاريخ الاسترداد 5/7، تمام. ان شاء الله تكونون قد استفدتم. انتقال الى المحفظة، نشوف فعلا بانه احنا سوينا الاكتتاب، وهذا اول واحد، والثاني انا مسوي اكتتاب بالاي او اس، والثالث اتش اف تي، والرابع عملة هوك، والخامس اللي هو اربا، تمام. شكرا جزيلا لحضراتكم.